ما يعني اكو اختلاف بين كلب وكلب اللي هي بشنو، حتى سواء يعني قطط او كلاب راح احكي حسب العمر اول شيء والصنف مالتهم. يعني اكو الكلاب الصغيره، قطط الصغيره، اكو الكبار بالحجم يعني بالعمر، سواء حجم وعمر كلها تختلف. فحسب انه هو شنو احنا على شروط الوزن وعمره وهذا يعطي اي مثل الطفل الحديث الولاده. يعني انا مربيه قطط كل شيء هواي يعني من انا صغيره، فمثلا من اروح على طبيب بيطري ونعطيها اللقاح وهيك لازم وزن معين، لازم عمر معين، يعني انا الكميه المناسبه يعني كل عمر لازم اكله خاصه بي بالضبط. اي طيب بس اكو يتعودون على مثلا طعام واحد بعد ما البيت اقسم يوكلوا شنو لازم صح. واحد ينوع لهم وطبعا حتى البيت يعني غلط كلش غلط. انا ما اكل واكل البيت الحمد لله احسن بس يحكون عليه ننقهر عليهم. اي يعني احنا من ناكل هم يجون يمنا بس انا جاي خمره بالموضوع ما اقدر الدهن ولا ما يصير انه نطيهم هم يحبونك البيت اكثر من الجراي اكلهم الخامس يشوفون في بهارات ودهن وراها معده تقوم تأذي تعال حي ربي. بس تلاحظيهم انه اذا معودتهم منهم مصغر على اكل الدراي فود ما ياكلون الدهن. اي صح فعلا. بس لازم انه يعتمدون على انه من اني كاني مربيه لازم بالي اخليها اللي يعتمد على نسبه البروتين، كربوهيدرات، دهون، بحيث انه انا وعله ما يفتقد لاي عنصر غذائي هو يحتاجه. شنو ياثر على صحته؟ اي صحته وجلده، شعره، التساقط بالشعر، هاي اكثر شيء يعانون منه بسبب انه سوء التغذيه مالته. صح. أي.